للحديث عن واقع الخطوط الجوية العراقية والاتهامات بالفساد معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا. دكتور صباح، بداية مرحبا بك. طائرة عراقية جديدة تتعطل في مطار دبي، فرق الصيانة تعثر على أجزاء لمركبة لا تتطابق مع الطائرة العراقية، ترى كيف تقيم هذه الحادثة من الناحية الفنية؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة هذا الموضوع ليس جديدا فيما يحصل من حالة الإرباك والتخلف في عدم رقي الطيران المدني العراقي، أو بالأحرى هيئة الطيران العراقية الممثلة بعديد الشركات ومنها الشركة العراقية للخطوط الجوية المرتبطة بوزارة النقل. حقيقة الموضوع عميق جدا وتعكس لنا حالة الفساد الموجودة في هذه الهيئة والوزارة بشكل خاص، تؤثر بشكل خطير جدا على حركة النقل المختلفة ومنها الطائرة التي توقفت في دبي لأسباب فنية لا تتطابق مع المعايير الدولية. ولذلك نلاحظ منذ 2015 ولغاية اليوم هناك توقف لكثير من الطائرات الغير مطابقة لمؤشرات السلامة وشروط السلامة عن الطيران إلى أوروبا، وإنما الطيران إلى بعض الدول التي من المحتمل أن تحصل بها حوادث لدول قريبة أو دول جوار أو غيرها. هذا حقيقة يدلل على عدم المبالاة بأي شكل من الأشكال للإدارة السيئة. كما ذكر تقريركم أن هناك 20 طائرة متوقفة منذ فترة طويلة تحتاج إلى صيانة وإدامة وفق الشروط الدولية كي يتم استخدامها. هذا يؤدي إلى حالة من حالات الاندثار. طيب، وكلنا ندرك ما جدوى إبقاء 20 طائرة هكذا على هذا الحال؟ البعض يقول إنه هدر للمال العام، والبعض الآخر يقول إنه باب كبير للفساد. كيف يمكن الاستفادة من طائرات على هذا الوضع؟ وعشرين طائرة ليس طائرة واحدة، 20 طائرة. نعم، بقاء الطائرات دون إدامة وصيانة واستخدامها يؤدي إلى أن تدفع بالشركات أو بالشركة الخطوط الجوية العراقية أو الهيئة الطيران المدني العراقية للتعاقد مع شركات خاصة تمتلكها قوى سياسية أو شخصيات متنفذة في الدولة تتعامل مع وزارة النقل. حقيقة هذا هو الذي يحصل. يعني وهناك أيضا طائرتين ممثلة بإيرباص A220 وكذلك أيضا بوينغ 737 جاثمة في أرض المطار منذ 3 أشهر غير معروفة الأسباب، تم تسلمها من شركة فلاي بغداد. إذن هناك عملية تعطيل لآلية الحركة من خلال عدم صيانة الطائرات يعطي مبرر كبير جدا للوزارة وموظفيها الفاسدين في إدارة النقل الجوي وهيئة الطيران. هنا سؤال، هنا اعتراف خاصة. هناك اعتراف من أحزاب العملية السياسية بالفشل بإدارة القطاع الجوي، رغم هذا الاعتراف يبقى الوزير في منصبه. ترى لماذا يبقى الوزير في منصبه رغم كل هذه الوثائق؟ دليل على أن وجود هذا الوزير يعمل على تغذية عديد المنظمات الحزبية المتسلطة الموجودة في السلطة، ويعمل على التعامل معها من خلال ما تمتلكه من شركات أو استئجار طائرات من شركات عالمية أخرى، وهذا يشكل هدرا في المال العام. وبنفس الوقت أيضا هو تعطيل الطيران العراقي، وبنفس الوقت يعمل على تسريح أعداد كبيرة جدا من العاملين في
إدارة المرور والصيانة والإدامة، والذين يمتلكون الخبرة والمعتمدين بتراخيص دولية كانوا يعملون في الخطوط يتم استبعادهم أو أن بطاقاتهم وشروط العمل والسلامة التي يعملون بها تنتهي هذه الإجازات، مما يؤدي إلى المجيء بشركات أخرى أو حتى شركات صيانة وإدامة مكلفة جدا من أجل استمرار عمليات الهدر وعملية سرق المال العام على حساب تطوير النقل الجوي العراقي. علما بأن في ظل هذه الفوضى هل تعتقد أن من الممكن أن ترفع أوروبا الحظر المفروض على الطائرات العراقية في أجوائها؟ بالتأكيد حيستمر هذا، يعني ستستمر عمليات الحظر، لأن الفساد الموجود لا يسمح لهيئة الطيران المدني وما تمتلكه من طيران حقيقي تعمل على صيانته وإدامته وفق الشروط الدولية، وفق شروط السلامة الدولية. يعني هناك من يتعطل في كثيرا من المطارات العالمية للطيران العراقي ساعات، 3 أو 10 ساعات، أو بعض الأحيان لا تلغى حتى الرحلات، وهذا مررنا به طيلة الفترة 20 سنة الماضية منذ 2003 ولغاية الآن. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صباح علو الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من عمان.